كابتن حسني، السيناريو اصبح متكرر للنادي الاسماعيلي زي ما اتكلم كابتن شادي على مدار الثلاث مواسم، السيناريو بقى متكرر وهو عدم ضمان البقاء في الدوري للاسابيع الاخيره عشان تكون بتضمن ان انت تكمل موسم تاني في الدوري المصري. فحال صعب على جمهور اسماعيليه الحقيقه. والله يا يحيى يعني انا بتفرج وانا حزين حزين، وما كنتش متوقع ان الاسماعيلي ممكن يوصل للمرحله اللي فيها النهارده، وخاصه ان انا قلت لك قبل المباراه فين المسؤولين من النادي الاسماعيلي؟ ناس بتخطط للسفريه وانت لسه ما عادش في دوري، ناس بتفكر في مقاويه وانت لسه مش ضامن البقاء، ناس بتفكر في حاجات خارج الملعب اللي هو اصلا اللي المفروض بيتبني عليه حاجات كتير. فالنهارده ده باين كل الناس بتفكر في سفريه السعوديه والمقاويه، واللي انا ضد كل اللي بيحصل للنادي الاسماعيلي بقيمته التاريخيه. انا هقطعك بس خليني اقول لك ان الجونه بيتقدم على بدايه محله وبيقارنه بيسجل الهدف الثاني في قبل نهايه اللقاء، يعني بياكد هبوط البلدية صحيح. بشكل رسمي. لكن الانديه دي تستاهل الهبوط في الفتره الاخيره، خاصه ما قدموش المستوى المعهود ان هم يبقوا في الدوري يعني. فعايز ارجع لك تاني على النادي الاسماعيلي. ففي امور كتيره يحيى انا جوه نفسي يعني كراجل اسماعيلاوي حزين من اللي بيحصل من داخل النادي الاسماعيلي. المقاويه انت نادي الاسماعيلي، مفيش حاجه اسمها نادي الاسماعيلي يطلع بره، مفيش حاجه اسمها نادي الاسماعيلي يحتفل بره. هل انت طلعت وشرحت الخطه الاسماعيلي في موارد ماليه داخله فبالتالي انا ممكن اسافر؟ مفيش اي حاجه من الكلام ده، انت بتطلع تذاكر سفر وطيران ومفيش اي دخل نادي الاسماعيلي. فانت النهارده نادي الاسماعيلي للاسف احنا بنحاول نقلل منه، نادي المسؤولين بيقللوا من نادي الاسماعيلي، مش نادي الاسماعيلي اللي يروح هنا وهنا وهنا. مع احترامي الكامل للدول الشقيقه او الانديه اللي بتستضيف النادي الاسماعيلي، لكن المقابل لده ايه؟ المردود على ده ايه؟ المفروض انت بتخلص دوري بترتاح وبيبقى في لجنه طبعا. هي اللي بتدير ملف المقاويه صح. وبتشوف دخل النادي الاسماعيلي اللي يليق بقيمه نادي الاسماعيلي، والاسماعيلي يحتفل بالمقاويه في الاستاد بتاعه وسط جمهوره وسط التاريخ اللي اتعمل بالنجوم كلها اللي تبقى هي اللي موجوده في المقاويه. لكن ازاي ان انا افكر خارج المستطيل وفي الظروف الصعبه اللي بيمر بيها النادي الاسماعيلي وافكر في الكلام ده كله؟ والنهارده كمان يعني الحاله المعنويه، انا حتى كابتن ايهاب انا حزين لما الاقيه قاعد، مش كابتن ايهاب اللي بيبقى قاعد في الظروف دي، المفروض المدير الفني النهارده يبقى مشدود وواقف على الخط وبيدي تعليمات طبعاً. حتى يحيى انا عايز اجيب لقطه الكابتن ايهاب جلال في البريك الثاني الشوط الثاني، الاسماعيلي جه في الجول انا ما شفتش الحماس اللي فوق اللعيبه. انت النهارده الاسماعيلي لو اتغلب النهارده كنت هتخش في دوامه طبعاً. كنت هتخش اللي انت بقى بتشوف بقى النتائج الثانيه واخر ماتش سموحه والكلام ده كله، ما شفتش الروح دي موجوده في الجهاز الفني والعصبيه والشد يعني. ده برضو عشان نقول للاستاذ مشينا مباراه الجونه والبلديه واحتفال طبعا لعيب الجونه وحال لعيب البلديه بعد طبعا النزول دوري القسم الثاني. لكن يا يحيى انا بكلمك لا نادي الاسماعيلي، لا نادي الاسماعيلي لو هيفضل على الوضع الحالي هيجي وقت الاسماعيلي هيهبط درجه ثانيه.